أنا زينك وحال في جري يا يما علي الدار غدت يا أمي حسن ظلمة مو انتي الهوى المينزغ ريشتم شلي بدنياي يا زهرة. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء الذي بعد فلا يرى والذي قرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا حسين لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح
أبدانا. قم يا علي يا علي يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تقض على الأقدام أجفانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدايا. الحق علينا زينب تخاطب أمير المؤمنين تقول لأبويا ليش ما تلحق علينا علينا، يا أبويا طوح الحادي ومشينا. والله أبويا والناس تتفرج علينا علينا، بويا يا علي وصرنا نتستر بدينا. اي والله صرنا نتستر يا بدينا. دللتني يرضيك يا علي. والله يا بويا انت دللتني، بويا تعال وشوف متني. والله متني بويا سياط زجر الورمتني. يلا ويا زينب. يا بويا سياط زجر ورمتني. بعد شنو تقول لأبويا بوجودك من شاف ظلي وخيالي. والله خيالي اليوم مسبية، والله يرحم بحالي. والله بحالي بويا على الهزل وراس الأخ قبالي. والله على الهزل وراس الأخ يا قبالي. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. تتفاوت الحقوق باختلاف أربابها، يعني أكو عدة حقوق تتفاوت بالمنزلة والمكانة باختلاف منزلة ومكانة صاحب هذا الحق. ف
فمثال حق الأخ المؤمن على أخيه المؤمن هذا شيء عظيم، لكن الأكبر منه هو حق الشقيق على شقيقه، هذا أكبر من حق المؤمن. زين، حق الشقيق على شقيقه أكو أكبر منه ولا ماكو؟ نعم أكو، وهو حق الوالدين على أبنائهم. زين، وقس على ذلك إلى أن نصل إلى أكبر الحقوق وأعظم الحقوق، هي الحقوق الإلهية، الحقوق التي أوجبها الله علينا تجاهه جل وعلا. هذه الحقوق هي أعلى مرتبة في هرم الحقوق، وهي الأهم وهي الأعظم. فلذلك يجب علينا مراعاة، إخواني يجب علينا مراعاة حقوق الله عز وجل علينا، يجب مراعاة تلك الحقوق الإلهية. زين، هذه الحقوق نقدر نحصيها؟ يعني بعض المرات توصل إلى حقوق الوالدين، إلى حقوق الإخوان، إلى كثير من الحقوق، ممكن الحصر يعني، أو يعني تقدر تأخذ النسبة الأكبر منها. إلا حقوق الله عز وجل ما نقدر نحصيها، لأن وجودنا من الله عز وجل، نعمنا من الله عز وجل، أصلاً مو حقوق الله، نعم الله علينا ما نقدر نحصيها. النعم اللي من الله علينا ما نقدر نحصيها. الله سبحانه وتعالى في القرآن شو يقول؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم، فما بالك الحقوق. فلذلك إحنا الآن نذكر بعض الحقوق الإلهية، نذكر فيها الإخوة والأخوات المؤمنين، ولكنها ليست الحقوق كاملة. طبعا أولا خل أشيل البديهيات والمرتكزات الأساسية. حق الإيمان بالله عز وجل هذا حق مفروغ منه، ما أحتاج أسولف فيه أصلا ولا أحتاج أبينه، هذا حق يقيني وقطعي. زين، بعد حق الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل حق مفروغ منه، ما يحتاج. زين، حق اتصاف الله عز وجل بالصفات الكمالية وتنزيه الله عز وجل مما لا يليق بجلاله هذا حق مفروغ منه. لكن تعال شوية الحقوق اللي احنا مقصرين فيها شوية. احنا بعض المرات اخواني انت تشوف نفسك او انا اشوف نفسي ان انا مو مقصر في الحقوق، حتى في حقوق الله سبحانه وتعالى انا مو مقصر. هذا الشعور يعني يعتبر اخواني شعور شيطاني صراحة. ليش؟ لان مهما بلغت من العبادة، مهما بلغت من التقرب إلى الله، فأنت مقصر. ولازم إحنا نعيش حياة التقصير، أو نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة المقصرين تجاه الله عز وجل. هذه فلسفة لازم تكون عندنا، هذا يقين لازم يكون عندنا، هذا أمر مفروغ منه لازم يكون عندنا. زين، لكن خلونا نذكر بعض الحقوق اللي إحنا مبتلين فيها، اللي إحنا شوية يحتاج نناقشها. الحق الأول لله علينا هو حق العبادة، حق عبادة الله عز وجل، أن نحن نعبد الله. الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق يذكر الحقوق، ها؟ من جملة الحقوق يذكر حق الله، يختصر حق الله شو يقول؟ فأما حق الله الأكبر، يعني أكو حقوق بس هذا الأكبر، فإنك تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. شوف، هذا الحق الأكبر لله، العبادة. زين، شنو يعني العبادة؟ باختصار ملخص بسيط، العبادة هي المواظبة على فعل المأمور به. الله سبحانه وتعالى يأمرك بفعل هذه العبادات. الله سبحانه وتعالى أمر بشنو؟ بالصلاة، ها؟ هذه عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، عبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحج، عبادة. صحيح؟ هذه كلها من العبادات المفروضة علينا،
هذه أشياء يجب علينا أن نقوم بها. يعني هذا الأمر المواظب على فعل المأمور به، يعني هذه الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فرضها علينا يجب أن نقوم بها. وأصلاً العبادة هي أصل خلقنا، أصل العبادة هو أصل وجودنا في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي يجب أن لا نقصر في العبادة، بالتالي يجب أن نكرس حياتنا للعبادة، لعبادة الله عز وجل. زين، الله سبحانه وتعالى فرض هذا الحق. السؤال، هل الله سبحانه وتعالى محتاج إلى عبادتنا؟ قطعا لا. زين، ليش الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه العبادة؟ فرضها لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الله فرض العبادة على عباده للانتفاع بها. الله ما راح يستفيد من عبادتي، لكن من اللي راح يستفيد؟ أنا العبد، أنا اللي راح أستفيد بهذه العبادة. وهذه العبادة إلى خصائص، من جملة خصائص العبادة أنها تؤكد وتركز على العقيدة وعلى رسوخ الإيمان في الإنسان المؤمن. كل ما تزيد عبادتك كل ما إيمانك يقوى يزيد، كل ما أنك تكون قريب إلى الله عز وجل، كل ما أنك أنت تكون في حال الرجاء من الله عز وجل، رجاء ثواب الله والخوف من عقابه، هذا أنت قاعد تسوي موازنة جميلة، هذا باعث يؤكد الإيمان. زين، هذا واحد. اثنين، العبادة تجعل هناك موازنة بين القوى المادية والقوى الروحية. الإنسان تأثر على القوى المادية، يحب الحياة، يحب الدنيا، ها، يحب الاستمرار، عنده طولة أمل، عنده آمال كثيرة. العبادة تخلي عندك توازن، العبادة تخليك تطبق كلام الإمام المعصوم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولكن شنو بعد؟ واعمل لآخرتك وكأنك تموت غدا. هذه موازنة، هذه الموازنة شلون تصير؟ ما تصير إلا عن طريق العبادة. الحق الأكبر لله عز وجل. زين، بعد الأمر الثالث هو أن العبادة اختبار للمؤمن. هذا اختبار للمؤمن، العبادة شلون اختبار؟ اختبار أنك أنت أهلا بأنك تطيع الله عز وجل وأن تعبد الله ولا لا. ترى بعض العبادات تحس أنها ثقيلة، بعض العبادات تحس أنها كبيرة، بعض العبادات تحس أنك أنت يعني ما لك طاقة فيها. فهذا اختبار لك، اختبار لك. مثال، أعطيك مثال. بعض الإخوان عنده ديسك مثلا، أو عنده الركبة شوية تعبانة، أو عنده كذا، فمن يروح المسجد أو حتى في البيت شو يسوي؟ يصلي من جلوس، لكن غير الصلاة يمشي كل يوم ما أدري كم كيلو، ويصعد ما أدري كم دري، وما أدري وين، بس وقت الصلاة يصير مو زين، يصير تعبان. زين، هذه إخواني المعذور إحنا ما نتكلم عنه، اللي عنده عذر شرعي ما نتكلم عنه، لكن إحنا نتكلم عن اللي يختلق العذر لنفسه. الصلاة كبيرة وتعتبر على هذا الشخص أو هذه الفئة من الناس كبيرة، لكنها شنو؟ إلا على منه؟ إلا على الخاشعين. إذا عندك خشوع وإذا تعرف الصلاة أنها عبادة وتقربك إلى الله عز وجل وأنها اختبار لهذا الإنسان المؤمن، لا أنا أصلي صلاة بقدر الإمكان تكون من الصلاة التي يريدها الله عز وجل، بالقومة، بالقعدة، بالسجدة، بالركعة، بقدر الإمكان. زين، هذا واحد. الصيام متعب، جوع وعطش، ها، لكن اختبار للإنسان المؤمن، اختبار عبادي للإنسان المؤمن، هل يقوى على أن يخالف نفسه ويعارض نفسه ويستمر بهذه العبادة ويؤدي هذه العبادة بالشكل الصحيح أو لا؟ الحج هم مشقة، هم فلوس، أموال. الآن تعال شوف، مثلاً الآن تعال شوف، الله يرزقنا وياكم إن شاء الله ينفتح طريق الحج ونروح إن شاء الله إلى بيت الله جميعاً.
مكلف. الآن كل حملة ما شاء الله شوف كم تأخذ، ها تكلفة مادية. زين، أيضا فوق التكلفة المادية تكلفة جسدية أو جهد جسدي، تعب. زين، الله يعطيك هذا الاختبار، اختبار الحج موجود، فلوس موجودة، وروح اتعب شوية. أنت تسافر إلى أوروبا، تسافر إلى الجبال الهملايا وما أدري وين، وها وتدفع آلاف الدولارات عشان تتسلق جبل في مغامرة، أو تروح تمشي في غابات أو غيره. يا أخي هذه مغامرة عبادية، ومو مغامرة أصلاً، لكن خل أوصلها لك بالفكر اللي أنت تشوفه اللي تسمعني. زين، هذه الأعمال، أعمال الحج، أعمال شيقة، صدق فيها مشقة لكن شيقة، اعتبرها شيء شيق، اعتبرها مغامرة جميلة تقربك إلى الله عز وجل، فيها رضا لله، فيها أداء واجب، لا تتقاعس فيها. هذا الاختبار. كم واحد عندنا من المؤمنين عاش والآن تحت التراب وما راح الحج بسبب شنو؟ التسويف بالعبادة. أنا راح أروح الحج إن شاء الله السنة الجاية، إن شاء الله السنة اللي وراها، إن شاء الله بعد كم سنة، إن شاء الله أنا وزوجتي، إن شاء الله لما أكبر أخذ عيالي كذا، وإذا بي ملك الموت يأخذ هذه الروح، هذه الأمانة، وتحت التراب وراحت عليه، راح. الآن تعال شوف الإخوان الأخوات، خلي يسمعوني، اللي قبل قضية كورونا كان يسوف في قضية عبادة الحج، إن شاء الله السنة الجاية، إن شاء الله السنة اللي وراها. الآن إحنا كم سنة؟ ها؟ سنتين الآن، سنتين بسبب هذا الوباء منعنا من الحج، وما تدري بعد الله العالم هل نمنع أكثر أو هل عندنا أعمار أطول لهذه العبادة أو لا. فلذلك هذه العبادات اختبار من الله عز وجل للناس. فالحق الأول هو حق شنو؟ العبادة. وياي إن شاء الله إذا منتبهين صلوا على محمد وآل محمد. الصلوات مو صلوات حسينية الياسين. لتعجيل فرج الإمام الثالثة. على كل، هذا الحق الأول، حق العبادة. الحق الثاني شنو لله عز وجل؟ حق الطاعة. يجب أن نطيع الله عز وجل بكل شيء. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء، يجب الطاعة، يجب أن نطيع الله بما أمرنا به. القرآن يؤكد، القرآن يؤكد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الطاعة لله عز وجل هم حق لله، هم قلت لك أكو الانتفاع، أنت المؤمن تنتفع بهذه الحقوق، هم طاعة لله، هم امتثال لأمر الله، وهم أكو لك فائدة. كل ما تطيع الله سبحانه وتعالى كما يريد الله مو كما تريد أنت، مثل ما الله يبي، أنت تصل إلى درجة عليا، توصل إلى مرحلة الفوز شنو العظيم. يعني مرحلة هذه من وصلها؟ عندنا مثال ولا لا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سقط في المحراب شنو قال؟ فزت ورب الكعبة. يعني هذا الفوز العظيم، الإنسان اللي يختم حياته بطاعة الله والله راضي عنه، هذا هو الفوز العظيم. فلذلك الطاعة يجب أن تكون كما يريد الله مو كما احنا نريد. احنا بعض المرات نفصل الدين على كيفنا، بعض المرات احنا نشوف شنو ينفعنا من الشرع من الدين نسوق له، شيء ضد مصلحتي ما اسوق له. لا، تبي تطيع الله، طيع الله في كل شيء بمصلحتك واللي ضد مصلحتك. اما والله انا اختار، لا، طاعة الله واجبة ومؤدية الى الفوز العظيم ومؤدية الى الجنان. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تبي جنة مقابل طاعة. زين، الإمام الحسن عليه السلام يقول: وإذا أردت عزا بلا عشيرة، تبي مكانة، تبي منزلة، أنت ذا تدور الدنيا والآخرة والموازنة بينها، تعال شوف طاعة الله شو تسوي.
شنو تجعل لك منزلة ومكانة ومحبة بين الناس؟ يقول: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. طاعة الله سبحانه وتعالى هي في ناس، شوف هذا يعني اللي مسوي له مكان فلوسه صحيح، وأكو ناس منصبه، وأكو ناس اسم عائلته، هذول معطينا المكانة والمنزلة. أكو ناس لا، تشوف هذا لا فلوس لا عشيرة لا غيره، لكن الله سبحانه وتعالى معطيه منزلة ومكانة في كل مكان. أكو ولا ما أكو؟ أكو. الله سبحانه وتعالى إذا قذف هذه الهيبة وهذا النور في الإنسان المؤمن، بعد ما يحتاج لو تسوق فلوس الدنيا، لو يعطونا مناصب كلها ما راح تنفع، أو ما حد راح يوصل إلى هذه المنزلة والهيبة بفلوسه أو منصب. على كل، فهذا أمر الطاعة، حق الطاعة. اثنين، ثلاثة، حق الشكر. قلنا أول شيء حق العبادة، والثاني حق الطاعة، الثالث حق الشكر. الله سبحانه وتعالى إيش كثر أنعم علينا، نعم ظاهرة وباطنة، لكن إحنا ما نشكر، ما نشكر. إخواني يعني خلونا شوي بس نقيسها مقياس واقعي، واقعي، ما أبي أنظر عليكم إخواني، مقياس واقعي. تعال شوف، طالع إلى نفسك بالمراية، شوف الله سبحانه وتعالى شنو أعطاك من النعم. أعطاك عيون اثنين، وأعطاك أذان، وأعطاك خشم، وأعطاك خلقة جميلة زين، وخالية من العيوب، غيرك معاق، غيرك ما يشوف، غيرك أعمى، غيرك أعور، غيرك كذا، وأنت الأعور، غيرك أعمى كلش ما يشوف. أنا الآن أعور ومو راضي، أكو غيرك كلش ما يشوف، واحد والله أعرج، أكو واحد ما عنده ريول، صحيح ولا لا؟ هذه كلها النعم من الله عز وجل، كلها نعم. هذا واحد من الخطباء ينقل، يقول: يوم من الأيام قلت دعاء على المنبر، هذا الدعاء يحفظ الإنسان، وكرروه وكذا ويحفظكم من كل شيء. يقول بعد فترة جاني واحد مربط ومجبس وما شنو، قال مولانا قال له عسى ما شر سلامتك، يقول له هذا كله بسبة دعائك. قال له شلون؟ قال له أنت عطيتنا دعاء وأنا ريال راعي تاكسي رايح وراد بالسيارة، وكل يوم ما أطلع من البيت إلا أقرأ هذا الدعاء، وسويت حادث وتكسرت، شوفت عينك والسيارة راحت، شلون تقول هذا الدعاء يحفظ؟ ردت أو رد الشيخ كانت جميلة. شنو رده؟ قال له: أنت أحمد ربك، أنت قد تكون مفترض أنك ميت، لكن بسبب هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى خلك في هذا، دفع الله ما كان أعظم، صحيح ولا لا؟ زين، على كل، أرجع إلى موضوع الشكر. فالله أعطاني خلقة، وأعطاني عقل، وأعطاني رزانة، وأعطاني زوجة صالحة، وأعطاني أولاد صالحين، وأعطاني محبة بين الناس، وأعطاني الأموال، وأعطاني، هذه كلها نعم. هذه النعم من حق الله عليك شنو؟ أن تشكر الله عليها. وقلت لك الشكر هذا الله مو محتاجه، بس الله جعل الشكر لتنتفع أنت به. ولئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر تأخذ أكثر، اشكر يعطيك صحة أكثر، اشكر أموال أكثر، اشكر منزلة ومكانة بين الناس أكثر. مو هذا اللي تبي؟ مو هذا اللي تبي؟ لكن مثل ما أكو آية تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، أكو آية ثانية شو تقول؟ لا شنو تقول؟ وقليل، مو كل واحد، مو كل واحد يشكر. أي أحسنت، وقليل من عبادي الشكور، مو كل واحد. ولا الشكر اللي أنت في بالك، أكو شكر معين، الأموال لها شكر معين، الصحة لها شكر، العافية لها شكر، الأولاد لهم شكر، الزوجة الصالحة لها شكر، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، يجب أن تشكرها كما يريد الله عز وجل، مو كما أريد أنا وغيري. زين، هذا الحق شنو؟ الثالث. زين، الحق الرابع هو حق التوكل. الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويقول خلوا التوكل على الله عز وجل.
خل إخواني والله هذه مجربة، يعني أنا شخصياً أنا يعني أنقل لك تجربتي، غير الكتب غير التحقيقات غير الناس الأخرى، أنا أقول لك قط حملك على منه؟ على الله، على الله، توكل على الله في كل الأمور، في كل أمورك في هذه الدنيا توكل على الله. صلى على محمد وآل محمد. في كل أمورك توكل على الله، أي شيء تبي تسويه توكل به على الله عز وجل، اعتمد على الله في كل الأمور، لا تعتمد على فلان ولا على علان ولا على غيره. والله العظيم أنا يوم من الأيام عندي حاجة، وحاجتي يعني أشوف طريقها واضح، حاجتي ما يخلصها إلا فلان، إلا فلان زين. فأنا أدعي الله سبحانه وتعالى وأطلب من الله سبحانه وتعالى التوكل على الله. أكو بس كنت أطلبها من هذا، يعني إلهي هذا تسخر لي، يا الله هذا يمشي سالفتي يخلص لي أمري كذا زين، وكل شغلي أنطر أن الله سبحانه وتعالى يسخر لي هذا الشخص يخلص حاجتي. فمرة قاعد أسولف مع واحد قاعد يمي، إنسان جدا بسيط، إنسان جدا يعني أنا مو حاطة بحسبتي أنه يخلص لي معاملتي، إنسان محترم لكن ما أتوقع أنه يعني يقدر أنه ينجز هذه المهمة. يقول قال لي يعني قال لي هو شنو القضية؟ قلت له قضيتي كذا كذا. قال بسيطة شنو؟ يقول أنا حلها لك. أنت من صدقك؟ يقول لي إيه والله. وفعلا حل لي يعني. حلها هذا الإنسان البسيط. زين هذه القصة مالتي اللي فيها يعني أمرين تعليقين. التعليق الأول أن الله سبحانه وتعالى اتوكل عليه هو اللي يخلصها لك، لا أنت تخطط، أنت بس قطع على الله سبحانه وتعالى هو يخطط لك. العبد في التفكير والرب في التدبير، هو يدبرها لك لكن أنت فكر شوية صح. زين أنا بس حطيت أملي على هذا الشخص، هذا التعليق الثاني. الأول أن التوكل على الله، الثاني أن أنا ما أعلق آمالي على شخص، أنا بس أعلق آمالي على الله سبحانه وتعالى وأتوكل على الله. الله هو يسخر للناس، الله هو يدبر الأمور، من هذا من هذا من هذا تخلص تخلص، هذا من الله عز وجل. زين هذا الأمر أو الحق شنو الرابع. زين إذا وصلت إلى هذا الحق الرابع تصل حتما إلى ختام الحقوق اللي أنا بذكرها، وهو حق التسليم، أنك تسلم أمرك إلى الله عز وجل. التوكل والتسليم مرتبطين ببعض، تسلم أمورك إلى الله، الله سبحانه وتعالى إذا سلمت الأمور وتكون ثقتك بالله الله سبحانه وتعالى ما يخيبك، والله يرفعك والله يعطيك. عندنا نماذج ولا ما عندنا؟ الجواب عندنا نماذج. أعظم نموذج في التوكل على الله والتسليم لله هو الحسين سلام الله عليه. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أنت حسبالك الحسين خذ هذه المنزلة ببلاش؟ لا، بالعبادة وبالتسليم وبالطاعة وبالتوكل، هذه تعب عليها الحسين، وصل إلى مرحلة يقول لإلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال كلهم لكي أراك. بعد شنو؟ مو بس هذا، لو تقطعني في حبك لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا الحسين سلام الله عليه. شوف التسليم، شوف التوكل على الله. زين غير الحسين عندنا شريكة الحسين زينب سلام الله عليها. يوم العاشر من المحرم تجي إلى الحسين وهو على رمضة كربلاء، ترفع جسد الحسين وتنادي إلهي تقبل منا هذا القربان. شلون تسليم؟ شلون ثقة بالله؟ ها؟ شلون ثقة بالله؟ وشلون تسليم؟ هذا اللي رفع درجاتهم،
هذا اللي خلاهم سادة الخلق، هذا اللي خلى ذكر الحسين وذكر زينب على آلاف السنين على مر السنين يزداد علوا وارتفاع. صوت الحسين يرتفع. لكن تعال خل أقول لك على طاري زينب سلام الله عليها، ها ما أدري وين أوديك، لكن أبي أوديك إلى عودة زينب إلى الحسين في يوم الأربعين، ها لما جاء ركب السبايا إلى مفترق طرق، إجا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال عمّا زينب هذا مفترق طرق، هذا الطريق يودي إلى مدينة رسول الله وهذا الطريق يودي إلى كربلاء، والقرار عندك، وين تبينا نروح؟ ايش تتوقع زينب؟ عم علي مر بنا على الحسين. عم يا علي هذه المدة أنا مشتاق للحسين أيام وأسابيع، رجعني رجعني، عندي حكي كثير مع أخي الحسين، عندي كلام كثير مع الحسين، أبي أشتكي إلى الحسين. يقول عادوا إلى قبر الحسين. أوصف لك، شايفين الناقة شلون عالية؟ الرجل الرجل أنا وأنت وغيرنا ما يقدر ينزل من الناقة إلا أن تناخ الناقة. أرباب المقاتل يقولون عندما وصلت ناقة زينب عند قبر الحسين وسمعت صوت الإمام زين العابدين عم زينب هذا قبر والدي، يقول أرباب المقاتل رمت بنفسها على قبر الحسين وهي تنادي وأخاه وحسينا آي آي خويا نجيتك وجبت الرأس وياي، ما جيتك بروحي لازم أجيب لك شيء وياي يا أبو علي، أنا جيتك وجبت الرأس وياي يا خويا، ومن الرعب تدرج في عضاي، يا من الرعب تدرج في شهمل علي يا خايا، ضيوف عندك هالمزية، شنو اشتكت شنو اشتكت زينب؟ أرجوك اسمع اسمع، والله كلام يعور قلبك. شيخ هادي الكربلائي أحد السادة يقول رأيت في عالم الرؤية شيخ هادي الكربلائي في زيارة الأربعين بين الحرمين، يقول سلمت عليه سلام عليكم شيخنا سلم عليه شيخ هادي، قال حق هذا السيد قال له سيدنا أقول لك شنو الشكوى اللي اشتكتها زينب للحسين يوم الأربعين لما رجعت له؟ يقول شيخنا شنو الشكوى؟ اسمع ايش قال له. قال آيات يا خو يا خبرك راح الحجار. الله الله الله، إيه هذه العبرة ويا زينب، هذه الشكوى اسمعها من زينب. أخبرك يا خويا راح الحجاب، بعد والله الحجاب وطبينا بديوان الأجناب، والله يا خويا أخبرك أخبرك راح الحجاب. مذخورة مذخورة لك، اي والله يا خويا الحجاب وطبنا بديوان الأجناب، والله يا خويا وبتنا بخرابة على الترا والله التراب التراب عفى قلبي يا خويا شلون ما ذاب،
يا عفا قلبي يا خويا شلايا يا ماذا بعد شنو تقل لخويا انا جيت اشهمل علي يا خويا ضيوف عندك المسيا بعد شنو تقول له خويا انا هضمني ونحلني مصاب الغاضريه بعد اكو اكثر من هذا المصاب قالت ايه تقول له لكن يا شهيد انا ما شفت ذله يا بعد اهلي مثل مجلس يزيد كل هذا اللي صار بيني أنا ذلة بذلة نعم لكن أكثر ذلة شفتها بمجلس يزيد أنا أقول حتما صار شيء في مجلس يزيد اللي عور قلب زينب وحسسها بالذلة الأكبر شنو هي تشتكي للحسين تقول له لكن يا شهيد أنا ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد صار زينب قالت قاموا يسومون سكن عزيزتك سوم العبيد ونن ربط كلنا بحبل وابنك انجرحت رقبته يلا اين نربط كلنا بحبل وابنك انجرح يا ترقبته اكمل ولا اختمها لان اكو مصيبه بعد يوم الاربعين من خلصت زينب من الحسين وين راحت قامت تصب الدمع واطفالها وياها تدور وين رايحه للشريعة تدور أبو فاضل الغيور وهوت فوق القبر والقلب بأحزانه يفور صاحت انهض يا كفيلي إني طلعت بذمتك اتقال من أبونا حنا عتبنا على خونا من أبونا والله من ابونا شريدة اهلنا لضيعونا يا شريدة اهلنا لضيعونا وكأن لسان حال العباس يقلها ولا عين انا اخوك المايك العوجي لا تعورين قلبي يا زينب لا تعورين قلبي ترى عتابك يأذيني يا زينب انا اخوك المايك العوجي ولا عين ولعت بج حلنا نضلوعي والله ولا عين أنا لا يمنى ولا يسرى ولا عين بقت عندي وكلف عتبج علي يا بقت عندي وكلف عتبي هيش علي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله الآية الكريمة عندنا حوائج عندنا مرضى ها إن شاء الله ثلاث مرات نقرأ الآية الكريمة بأعلى أصواتكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
مر إذا دعاه. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم عجل في فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله. سادتنا عفوا تفضلوا بالدعاء سيدنا الجليل. اللهم عجل في فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين يا الله. المؤسسين الحاضرين السامعين المشاركين اللهم احفظهم فردا فردا، اقضي حوائجهم يا الله، شافي مرضاهم يا الله، أدي ديونهم يا الله. المرضى المنظورين بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وعافهم بعافيتك وداوهم بدوائك يا الله يا الله. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، ابعد عنا البلاء والوباء بحق الحسين سيد الشهداء. أدخل السرور على أهل القبور، أمن روعتهم وأنس وحشتهم يا الله. إلى أرواح موتى المؤسسين، موتى السامعين، موتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ وأهدى للكل والجميع، ثواب الفاتحة مع الصلوات. أنا زينت وحال في جري ديا يوم علي الدار غدت يا أمي.